السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنراجع معكم موضوع اسمه المثلثات. المثلثات في البداية، المثلث هو شكل هندسي يتكون من 3 أضلاع. طيب، تصنيف المثلثات حسب الزوايا، عندي 3 أنواع من المثلثات. مثلث اسمه مثلث حاد الزوايا، هتلاقي جميع زواياه حادة، والزاوية الحادة معناها زاوية صغيرة أقل من 90 درجة. النوع الثاني اسمه مثلث قائم الزاوية، والمثلث القائم الزاوية هو مثلث إحدى زواياه قائمة. الزاوية القائمة اللي بنعمل لها علامة المربع زي كده، أو بيبقى قياسها 90 درجة. النوع الثالث مثلث منفرج الزاوية، والمثلث المنفرج الزاوية إحدى زواياه تكون منفرجة. الزاوية المنفرجة اللي هي زي دي كده، اللي هي زاوية واسعة، زاوية كبيرة أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة. تمام. في المثال بيقول لي صنف المثلثات أو المثلثين التاليين إلى حاد الزوايا أو قائم الزاوية أو منفرج الزاوية. الأول واضح جدا اسمه منفرج الزاوية. ليه منفرج الزاوية؟ لأن إحدى زواياه 95، وال95 اسمها منفرجة، لأن المنفرجة أكبر من 90 درجة، لذلك يسمى مثلث منفرج الزاوية. المثلث اللي بعده مثلث حاد الزوايا. ليه؟ لأن جميع زواياه أقل من 90، لأن جميع زواياه أقل من 90. ونشوف معنا كمان تحقق من فهمك. أيضا عاوزين نعرف المثلثات الآتية المرسومة دي، هل حاد الزوايا ولا قائم الزاوية ولا منفرج الزاوية؟ وجدت زاوية أكبر من 90 اللي هي 110، خلاص إذا وجدت زاوية منفرجة يعني أكبر من 90 أسميه مثلث منفرج الزاوية. المثلث الثاني من غير كلام، فيه زاوية فيها علامة مربعة يعني زاوية قائمة، لذلك يسمى مثلث قائم الزاوية. مثلث قائم الزاوية. طيب، عندي معلومة تقول أن مجموع زوايا أي مثلث 180 درجة، مجموع قياسات زوايا أي مثلث 180 درجة، يعني لو جمعت أي 3 زوايا جوه مثلث 180. طب بستخدم الموضوع ده في إيه؟ في إن أنا أجيب زاوية ناقصة، يعني فقرة جيم جايب لي سين، وجايب لي 84، وجايب لي 37، وعاوزني أجيب قيمة سين. فأول حاجة أعملها أجمع الزاويتين اللي عندي، اللي هي 84 و37. 37 زائد 84، 4 و7 11، واحد ومعنا الواحد، صارت 4 4 و8 12، يعني 121. طيب، كيف نجيب قيمة سين؟ اتفقنا ان مجموع زوايا اي مثلث 180، لذلك ننقص من 180، يعني اقول سين تساوي 180 ناقص 121 بيعطيني 59 درجة. تمام. طيب، الفقرة دال برضو عاوز قيمة سين، كيف اجيب قيمة سين؟ واحد يقول لي يا استاذ ده مش ما عنديش غير زاوية واحدة بس المعلومة اللي هي 22، عندي سين وعندي زاوية ما فيش حاجة فيها. اقول له اذا عمل لك زاوية المربع اللي فيها علامة المربع دي معناها زاوية قائمة، والزاوية القائمة معناها 90 درجة، لذلك انا عندي زاويتين معلومتين مش زاوية واحدة، ال90 اللي هي على جواها علامة الزاوية، و22 يعطيني كام؟ 90 و22 يعني 112. 112 نجيب قيمة سين ازاي؟ نقول سين تساوي 180 ناقص 112. 10 ناقص 2 8، ودي 7 ناقص 1 6، يعني 68 درجة، يعني 68 درجة. والآن مع تصنيف المثلثات حسب أضلاعها، عندي 3 أنواع. النوع الأول مثلث مختلف الأضلاع، وده يعني إيه؟ يعني ليس فيه أضلاع متطابقة، كل الأضلاع مختلفة. ومثلث متطابق الضلعين، يعني فيه ضلعين متطابقين والثالث مختلف. مثلث متطابق الأضلاع يعني جميع أضلاع متطابقة. طيب، في تحقق من فهمك بيقول لك صنف إلى مختلف الأضلاع أو متطابق الضلعين أو متطابق الأضلاع. المثلث الأول أكيد متطابق الأضلاع. ليه متطابق الأضلاع؟ لأن جميع الأضلاع بتاعته متساوية. المثلث الثاني متطابق الضلعين. ليه؟ لأن عندي هنا 3 وهنا 3، فضلعين متساويين والثالث مختلف، بنسميه متطابق الضلعين.
الواجب تدرب وحل المسائل من 8 إلى 13، يبقى الواجب من 8 إلى 13 فقط. تمام، وأشكر المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.